السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائنا على قناتنا من جديد، قناة موجامينيون. رحب بكم أصدقائنا على قناتنا. طبعا نشرت فيديو عن هذه اللعبة وكثير ناس ردوا علينا وكانوا يقولون أنه الطريقة، البعض كذب الطريقة والبعض قال أنه ما ضبطت معي الطريقة. اليوم إن شاء الله راح أشرح بشكل سريع عن الطريقة وأفهمكم السالفة كيف تصير اللعبة. هنا بيها مشكلة انه بعض البلدان يعني بعض الدول عندها مشكلة ويا الربط. طبعا مثلا السويد عندي انا اخويا بالسويد تشتغل عنده بدون اي مشاكل، عنده بامريكا ايضا بدون مشاكل، لكن في بعض الدول اكو مشاكل بالربط. قبل ما تبدي اللعبة تنزل اي برنامج VPN، يعني برنامج يغير الكود مال الموبايل مالتك. طبعا خلينا نجرب هسه اللعبه قبل ما نلعب. هسه انا ما منزل البرنامج مثل ما شفتوا، ها شنو، بس عندنا وحده، عندنا روم واحد مثل ما تشوفون هنا، كولدن كونكت تو ذا سيرفر تشيك كونكتن اند فيرول سيتنج. طبعا يقول لك ما تقدر اصلا تدخل. خلينا نجرب من جديد، ما يقدر يدخل. مثل ما تشوفون هنا تشيك وذ ذا هوست تو سي if you can join next، يقولك جرب انه تسوي من جديد. خلينا نجرب هيجي، شوف sorry please try again later. المهم عندك هنا شوف هاي المشكلة اللي صارت امامكم. طبعا هي المشكلة غريبة الصراحة، هاي اول مرة تصير، يعني حتى سيرفرات ماكو حاليا، يعني اي سيرفرات ما موجودة باللعبة حاليا. خلنا نلغي هسه، راح اطلع من اللعبة، راح انزل حاليا البرنامج اللي انا تكلمت لكم عنه. هسه راح انزل برنامج، روح على المتجر، تكتب VPN او البرنامج اللي انا استخدمه اللي دائما انا اعتمد عليه هو، اكتب ان انا فتح المواقع هاي، فتح المواقع المحجوبة VPN بروكسي، هذا برنامج. زين هذا مجاني واصلا ما بي يعني اعلانات، ما بي اعلانات كثيرة، بي اعلانات لكن مو اعلانات كثيرة، يعني تقريبا هذا هو البرنامج المفضل عندي. خل اجرب هسه وياكم. مثل ما تشوفون هسه الموقع انفتح، فتحت البرنامج هذا، هذا البرنامج سكيب. نجي هنا على الخادم الامثل، نجي هنا على الخادم الامثل، نجي ندور على المملكة المتحدة. بعد ما حددنا المملكة المتحدة نسوي اتصال، راح يسوي هسه اتصال، ننتظر شوي نقول له موافق الى ان يرتبط. ها هسه حاليا ارتبط. خلينا نشوف هسه ندخل على اللعبة ونجرب. هنا موجودة هاي اللعبة، حاليا انا فتحت اللعبة، ندوس على الاونلاين سو فيند جيم. ها شنو هاي؟ وين الناس؟ غزوان نعم استاذ. ها شنو غزوان؟ شوف القاعة. الله شلون قاعة تخبل استاذ؟ عش سيدك يا معود، شي تخبل الناس؟ وين الجمهور؟ هسه شوف جت عندنا شو اسمه غرف. خلينا نجرب دومي. The game you try to join is full. يقول لك هذه الغرفة متروسة حاليا. خلينا نجرب غير غرفة، نجربها رقم 6 The King. مثل ما تشوفون هسه انا دخلت للغرفة، مثل ما تشوفون قبل شوية ما قدرت انا ادخل لأي غرفة، هسه انا دخلت للغرفة. راح يبدون الجيم 2-1-0 بدأ الجيم. هسه نشوف راح تطلع اللعبة لو ما راح تطلع. طبعا هذا شوف يارا 2000 طلع من اللعبة، لان الصراحة كثير ناس ما يعرفون هاي الطريقة. هسه حاليا انا بديت، انا ما عندي شو اسمه، مو انا القاتل، قصدي مو انا تقريبا. شوفوا اعطيكم معلومة، ما دام انتو القاتل ما يقدر يوقف هنا، يعني هذا العلم بس، ما يقدر يستخدم هذه القاتل، يعني اذا شفت واحد هنا واقف فهذا ما يعتبر هو القاتل، يعني هاي اتوقع هاي المعلومة صحيحة. خلينا نشوف. اوف انقتل واحد، انقتلوا اثنين، لا هذا واحد طلع قلنا يارا فصل عنده. خلينا نجرب هسه. مثل ما تشوفون انا قدامكم هذا الفيديو مجرد يعني لاجل انه اوضح لكم الطريقة. طبعا مثل ما تشوفون، طبعا هذا هسه طردنا، ما احد انطرد صدق، اثنين باثنين. طبعا مثل ما تشوفون هسه يعني اللعبة قاعد تمشي بشكل صحيح، ماكو اي مشاكل. ها شنو صار؟
يلا يا معود. صار واخيرا. منو ما كان موجود يعني؟ منو ما كان موجود يمنا؟ فات يم الازرق، هذا الاحمد، هذا ازرق، الاخضر موجود هنا. اكو انه بالموضوع هذا الازرق. شوف هذا الازرق كل ما اجي هنا خلينا نجرب نشوف مثل سد الباب الفوق. منو موجود بالغرفة هذه؟ نسد الباب الفوق. الصراحة أنا إلى الآن من هنا بهاي الغرفة. أو البرتقالي ده الصراحة أنا إلى الآن ما أعرف أستخدم هذني مثلا، كيف أغلق البوب، كيف أسوي هذني الأشياء. صراحة لا هسه أنا أجهل هذه الطريقة. طبعا قالوا هسه الأحمر، خلينا نجرب الأحمر. أتوقع الأحمر يعني ما أدري، يمكن هو إذا مو الأحمر أتوقع راح يكون العد هذا هو نفس اللي هسه اشتكى عليه، يقول له أنا شفته وأني ما أدري شنو يعني الأخضر. فأتوقع إذا مو الأحمر هو الأخضر. شوف طبعا مرات أنا أقول يعني أقول لهم أنا شفته وما أدري شنو بالأخير يطلع مو صح. إذا هذا هو الأخضر، الأخضر هو القاتل. خلينا نشوف الكاميرا. يا الله هسه مثل ما تشوفون اللعبة قاعد شغالة وما بها اي مشكلة، الصوت زين. شوفوا هذا قال انا شفته وما ادري شنو، لكن اتوقع هو مو، لان انا دائما تصير وياي اقول انا شفته وما ادري شنو بالاخير يطلع مو هو. اي والله صحيح. يا الله الصراحة استهتر كثير وبدأ يدوس كل شوية دايس وراح يكتلهم هسه. مو هو. يلا المهم اقتلنا هسه وفضه. من يصير باللعبة بها كذب يعني الشخص من يكذب مرة بعد ما تقدر انت تصدقه، يعني تصدق كلامه بعد ما تقدر تصدق كلامه، لان هو اصلا بالبداية قال هذا انا شفته بعدين طلع مو هو، بعدين قال لا هذا. المهم مثل ما تشوفون هسه يعني هذا قدامكم، انا سويت العمليتين، سويت بالبداية بدون البرنامج وسويت هسه بالبرنامج واشتغلت اللعبة ما بها شيء. خل هسه على مود نتأكد بس خل امسح البرنامج حاليا. هسه راح امسح لكم البرنامج، راح ارجع امسحه من جديد. مسحته، مسحت البرنامج مثل ما تشوفون، وراح ادخل على اللعبة واشتغل عليها. خلينا نشوف، راح اشتغل على اللعبة مثل ما تشوفون، اي اونلاين فيند جيم. راح ادخل على اي غرفة، هسه ندخل على غرفة احمد. شوف يقول لي connect to the server، check connecting and fair ما ادري شنو. هسه مثل ما تشوفون حتى بعد الغرف ما تطلع، يعني حتى الغرف بعد ما تطلع. هسه اذا اريد اسوي مثلا غرفة الي خاصة ما راح يقبل يسوي غرفة. سوري بليز تراي اجين ليتر. مثل ما قلت لكم هذه هي الطريقة. هسه هذا سوى غرفة، شوف could not find the game you are looking for. هذه هي الطريقة قدامكم، سويتها مرتين لاجل انه تتأكدون. هذا اللي كان عندنا اليوم، نتمنى انه اللعبة عجبتكم. لا تنسى ان تضع لايك وتشارك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، واي استفسار اكتب وانا ان شاء الله اجاوبكم باقرب وقت. طبعا احنا قناتنا يعني مهتمة كثير بالجمهور، ابد ما نهمل اي سؤال من الجمهور يسألونا عليه. ان شاء الله نجاوبكم ونحاول ان نفيدكم، وراح نسوي فيديو اخر مثل ما وعدناكم نجمع به عدد من جمهورنا ونلعب وياهم بهذه اللعبة. وبس يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.